اخيرا الشباب، ومدام بدانا مع سياده النائب بالاحلام اكمل بقى واقول احلام الشباب في 2021 تحت قبه البرلمان. والله انا في البريك كنت بتكلم مع سياده النائبه هاله على حاجه مهمه جدا، ودي هتخص كل شاب بيتفرج علينا دلوقتي، الا وهي مشكله البطاله في مصر. طبعا. لو احنا نيجي نتكلم واحنا نتكلم مع الشباب ونقول له احنا كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هنحل لك مشكله البطاله، احنا لازم نتكلم مع اكتر لجنه مهمه جدا الا وهي لجنه المشروعات الصغيره ورياده الاعمال. ده كان القانون صدر من فتره بس لسه اللائحه التنفيذيه بتاعته يعني لازم نشتغل عليها اكتر واكتر عشان نقدر نقدم قانون ولائحه للشباب عشان نقول لهم يلا ابدا مشروعك ويلا حقق نجاح. لازم يكون في قانون يقدر يبقى في ظهر الشاب ان انا ما اقدرش افتح الشركه من هنا واتاذي تاني يوم او يحصل لي مشكله تاني يوم. ده حاجة مهمة. الحاجة المهمة التانية جدا برضو هفضل اقولها، اي مواطن بيتفرج علينا دلوقتي هيقول لي انت هتقدم لي خدمات عاملة ازاي؟ الا وهو يبقى قانون صحيح. الاداره المحليه ده من اهم القوانين واولويات المجلس طبعا، اولويات التنسيقيه واولويات المجلس ككل الفتره الجايه. طب احنا برضو دورنا ايه في التنسيقيه؟ احنا برضو هدفنا ان شاء الله ان احنا ندفع بشباب داخل الانتخابات المحليات عشان نقدر نقدم نموذج متكامل زي ما اتكلمنا عن نواب المحافظين، نواب الشيوخ، اعضاء مجلس النواب زمايلي، كمان يبقى في اعضاء مجلس محليه. طب هنجيبهم منين؟ عفوا الدستور كفل ده حقيقي، ده حقيقي الدستور كفل 25% مرأة و25% شباب، ده حقيقي. والتنسيقيه برضه هتجيبهم منين؟ وعضوات، ده حقيقي بالظبط. انا عارف نائبات على المرأة، فالحمد لله 32 نائب ونائبه، نصهم سيدات. اتشرف ان انا ابقى وسطهم. العفو 13000 لا النائب، فالحاجه الموضوع كبر بالنسبه للمراه. لا بالعكس، احنا مهتمين جدا جدا بيه، ومن اكتر حاجات كمان احنا في التنسيقيه مهتمين بيها في ملف التعليم الفني الخاص بالمراه، المدارس الفنيه بنات كمان بالاخص، ان احنا مهتمين بيهم اهتمام كبير جدا. برضو فكره المشروعات الصغيره ورياده الاعمال، فكل اللي احنا نقدر نقوله احنا كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هنفضل في ظهر الشباب وهنفضل برضه في ظهر الكبار عشان ما نقدرش الناس الكبار المحترمين اللي بيتفرجوا علينا. قانون اصحاب المعاشات احنا لازم نبتدي نشتغل عليه بقوه، فان شاء الله الناس تتابع التنسيقيه وهتشوف المزيد ان شاء الله. ربنا يوفقكم جميعا، والف مبروك مره ثانيه ان شاء الله. يعني مع اول يوم كده يكون في تفاؤل، لانه التفاؤل واجب علينا جميعا في الفتره اللي احنا بنعيشها دي.